اسف جدا اليوم مضطر اني اخليكم انتم الاربعه تشتغلوا اوفر تايم لانه هذا الشغل مو كامل. احنا الاربعه؟ ايش معنى طيب؟ طالما اوفر تايم يبقى ضمن قانون العمل ومن حق الشركه علينا اننا نعمله، ومن حقنا كمان ان احنا نقبض مقابل الاوفر تايم ده. يا عمي اسكت انت، ما جابنا ورا الا قانون العمل حقك هذا. بس مستر لينك انا اليوم عندي، انا ما عم بستشيركم، انا قلت تشتغلوا اوفر تايم اليوم يعني تشتغلوا اوفر تايم، يلا كل واحد على مكتبه. فهمتوا علي؟ اوكي؟ اوكي. ان شاء الله مبسوط على الاوفر تايم يا قوب الباشا. سيف، شو تشتغل زي العالم والناس تخلينا نشتغل او روح عنده بحظك باي مكان ثاني. على فكره اذا خلصنا ما راح نستنى. اوكي اوكي بنطم، تعرفون شو يعني بنطم؟ خلونا واحنا نشتغل يعني ندردش نسولف نكسر الطفش هذا. الكلام اثناء العمل بيقلل نسبه التركيز ل 45%. ما سبت لك التركيز. بالمناسبه سيف، شو صار معك انت وسناء تشات هذيك المره؟ على فكره الكلام اثناء العمل يقلل نسبه التركيز 45%.